كاملين تتبعنا الخطة الأولى والثانية بمناسبة الذكرى اللي هي غالية على جميع المغاربة وهو ذكرى عيد العرش المجد. الخطاب ديال سيدنا الله يسرو ذكر على حين الحمد لله اللي حقها لنا اللي حقها المغرب واللي هي يعني واحد التطور في المجال الصناعي، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي بالنسبة لي الورش ديال الحماية الاجتماعية. وسيدنا الله ينصرو اختار على أنه هذا الشيء كله نتيجة واحد التلاحم اللي كاين ما بين العرش وما بين الشعب. وهضر على الجانب كي قال سي المحل الجانب الرياضي بطبيعة الحال، لأنه هضر على المغاربة الجدية جات في الكلام ديال سيدنا الله ينصرو في النطق الملكي السامعي ثلاث مرات. Yeah.